مرحبا باتريسيا المر معكم من شجرال، وحلقتنا اليوم هي عن عجينة الجينجر الطرية يلي منستعملها بالكوكيز أكتر. بالبداية منبلش بثلاث كبيات وربع طحين، ثلاث ارباع ملعقة صغيرة بكربونات الصودا، نص ملعقة صغيرة ملح، ثلاث ارباع ملعقة صغيرة كبش قرنفل، نص ملعقة صغيرة جوزة الطيب، ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون، ملعقة كبيرة قرفة ناعمة، ومنخلطهم منيح. منخلط المواد الناشفة كلها مع بعض، منحطها على جنب. بهالوقت منبلش بالزبدة، بدنا 3 ارباع الكباية زبدة او 170 جرام. منخلطهم منيح ليصيروا مثل الكريمة، يعني حوالي 3 دقايق تقريبا، ومنزد لهم بعدين نص كباية سكر اسمر. السكر شوي الاسمر بيكون شوي قاسي، يا بدنا نطحنه قبل شوي صغيرة، يا بدنا نطول بالنا عليه ليدوب شوي. اكيد منشيل السكر والزبدة عن طرف الوعاء، ومنزيد بيضة بحرارة الغرفة ومنخلطها منيح معهم. عطول المواد تبعنا لازم تكون بحرارة الغرفة لما الزبدة تجمد. نرجع من بعد ما ينخلطوا شوي مع بعض، منحط الدبس. حطيت نص كباية دبس. عم بستعمل دبس الخروف، فيكن تستعملوا دبس العنب. نخلطهم منيح. قبل ما نزيد المواد الناشفة لازم نتأكد انها مخلوطة منيح وصار القوام تبعها مثل الكريمة الخفيفة. منزيد عليها المواد الناشفة اللي خلطناها وحطيناها على جنب. منخلطها شوي شوي لما يطرطش الطحين ويتل الدنيا غبرة، وما منكتر الخفق عليها، بس لمجرد انها تتماسك منوقف الخفق. وهيها خلصت. اكيد بس نحط اصبعنا بتكون ما بتلزق وطرية. هلأ بدنا نكمل العجن بايدنا. بالاول منشيل كل شي عن الطرف، نرجع بايدنا منبلش نعجنها. نعجنها بهيدي الطريقة لنلقط كل شي في مواد ناشفة بكعبة. بعدين منحطها بالكلينك فيل مثل العادة، وبتروح على البراد نص ساعة، ساعتها منقدر نبلش نفردها ونقطعها. تنخبز على حرارة 170 حوالي 10 دقايق حسب كل فرن. بتمنى تكون وصفتي عجبتكم. شكرا لحضوركم.